بسم الله الرحمن الرحيم. السلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا الدرس أصدقائي نقدم لكم كيفية معرفة من قام بزيارة رقمك أو بروفايلك في الواتساب، وكذلك معرفة المتصلين حاليا على الواتساب. بعد أن تقوم بتحميل نسخة التطبيق هذا الواتساب من الرابط الذي سأضعه لكم كالعادة أسفل الفيديو، نقوم بالضغط هنا أعلى يسار الشاشة عند الثلاث نقاط، ونختار الإضافات والخصائص الثانية، وبعد أن قمنا باختيار إضافة الخصائص نقوم هنا باختيار شاشة المحادثات الرئيسية. الآن نقوم باختيار صفوف المحادثات، ونقوم بتفعيل هنا عرض آخر ظهور للأشخاص، ثم نرجع قليلا للخلف ونختار شاشة المكالمات، عفوا نختار قائمة الأسماء، ونختار هنا نضع علامة صح على عرض آخر ظهور للأشخاص، ونرجع قليلا للخلف ونختار نخب الاتصال عبر الانترنت، ونقوم بوضع هنا علامة صح على إظهار نخب متصل، ونقوم باختيار نغمة، تشغيل النغمة، نختار أي نغمة لتكون هذه، ونختار موافق، ونختار هنا الثالثة مكان ظهور التنبيه وليكن مثلا وسط الشاشة، ثم نضغط رجوع ثم رجوع ورجوع. سوف يقوم الآن بتحديث نفسه تلقائيا. الآن سوف من يقوم بتشييك على رقمك ولم يكن رقمه مخزون لديك سيظهر رقمه في وسط الشاشة، وكذلك ستعرف المتصلين معك في الحال بجانب كل رقم ستعرف من المتصل معك. هناك خيارات أخرى أصدقائي، مثلا إذا اخترنا الإضافات والخصائص، نضغط إلغاء هنا، مثلا إذا اخترنا الإضافات والخصائص هنا قراءة الواتس أب لوج، أي هذه الثامنة رقم ثمانية، في حالة قمت بضغطها يعطيك تحديث لجميع الحالات، من قاموا بتحديث حالاتهم في الواتساب، أي قام بتحديث حالته يوم أمس أو قام بتحديث حالته في اليوم السابق لها، يعطيك جميع الحالات التي قام بتحديثها. ونترك باقي الخيارات لكم في تلوين المحادثات وفي تزيين الشاشات وفي أشياء أخرى كثيرة، نتركها لتكتشفوها أنتم. أحببت أن أشارككم هذه المعلومة، لا تبخلوا علي بعمل لايك، وإذا كان هذه أول مشاركة لك أو أول مشاهدة لك في قناتي أرجو أن تعمل المشاركة حتى يصلك منا كل جديد. شكرا لكم أصدقائي.